على بعد 3 أيام على انطلاق منافسة كأس العالم في البرازيل، قرر العاملون في مترو الأنفاق في مدينة ساو باولو الاستمرار في الإضراب عن العمل لأجل غير مسمى. شرطة العاصمة الاقتصادية للبلاد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي 150 محتجا تظاهروا دعما للإضراب الذي تسبب بفوضى مرورية عارمة. المتظاهرون يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة تزيد عن 12% في حين عرضت عليهم شركة تابعة للدولة 8%. ألقي القبض على 13 شخصا من عمال المترو، ونحن لن نسمح لزملائنا بالبقاء في السجن لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، كانوا ببساطة في إضراب عن العمل. وتشهد البرازيل موجة من التظاهرات والإضرابات العمالية في الكثير من القطاعات في جميع أرجاء البلاد. بلدية ساو باولو رفعت القيود عن حرية النقل البديل من خلال زيادة عدد الحافلات لتسهيل تنقل المواطنين والسياح، عاشية انطلاق المباراة الافتتاحية التي تجمع صاحب الأرض بنظيره الكرواتي يوم الخميس المقبل.